التاريخ ده بدأ بأدم وهوى، الخبل كلام الشيطان وأبو كلام الله، ومن بيجو أسين وبدأ العلاقة الكاملة بين الإنسان والله أنقتل، ومن أول ناس الزنبو، وبسبب الزنب ده الموت جاء للناس، ومن جربوا يداروا إليهم بورشال الشدر عشان يخطوا إبهم، لكن لألا الورشال ما يخطي الإب وخط إليهم بفروة الحيوانات. أيوة الله زاد دبا أول دهية حنا حيوان عشان يخطي بها إبهم. أدم وهو عندهم أولاد اثنين، قابيل وهابيل. قابيل قدم هدية لألا من الخضار الهرطة، لكن هابيل قدم حمل دهية، ودي دهية هنت دم. الله خبل دهية هابيل وما خبل دهية قابيل، مالا عشان الذنب اللي يودي طوالي للموت ويفرقنا من الله، والغفران يكون إلا بدهية التدفك دمها. ومن شدة حزنه قابيل قتل أخو هابيل، وبسبب ده ناس كتير شالوا الدرب الهوان. مئات السنين بعد ده الناس تلفوا زيادة، والله قال ما في نادم عنده حق يعيش في الأرض، ما في نادم إلا النبي نوح وناس بيته. الله أمر نوح يبني سفينة كبيرة ويبلغ للناس ويقول وقت الإخاب الذنوب قرب، في تاريخ واحد بس اللي ينجي من الإخاب ويجيب لنا رحمة الله، والتاريخ ده هو السفينة دي. ولكن الناس الشمدوا والتأسوا النبي نوح لحد يوم المطر بدأت تصب والألم بدأ يمرق من الأرض، وده الشيء الهم ما خطوا في بالهم. الألم الكثير ده قتل الناس والحيوانات كلهم، والدنيا كلها اتدمرت بسبب ذنوب الإنسان. إلا النبي نوح وناس بيته والحيوانات اللي دخلوهم في لب السفينة دول بس نجوا. بعد ده جاء النبي إبراهيم أبو الإيمان، الله أمره يمشي يقدم ولادة ضحية في جبل واحد. أمر الله ده برجلال إبراهيم، ولكن بدا كله هو سمي أمر الله بإيمان قوي، هو قم ودى ولادة في جبل موريا. لكن وقت النبي إبراهيم قم يقدم ولادة ضحية الله دهره وأنت حمل في بدل ولادة. الحمل ده بدل ولاد إبراهيم ونجى وفداه، وأنت دم في بدل دم وحياة في بدل حياة. وبعد 400 سنة الله رسل النبي موسى عشان يمرق شعب بني إسرائيل من بلد مصر. فرعون ملك مصر خالف أمر الله، وفي شنداء الله أخبى بأشرة وباء. في الوباء الأخير الله رسل ملك الموت عشان يقتل كل ولاد البكر في أي بيت في مصر، لكن الله أمر شعبه ليذبحوا حمل دهية ويمسحوا دم في خشم باب البيت. كان ملك الموت يشيف الدم ويعرف قدر الأولاد القاعدين داخل، فدهم بدم دهية الحمل. أي نادم من بني إسرائيل أو من المصريين كان أبيد ولا هريين كله كان سمعوا أمر الله أولادهم ينجوا، كان ما سمعوا أمر الله كمان خلاص. في الليلة دي كل شيء كان مثل موسى بلخه، وكرورة كتير أنصمع في مصر في بيوت الناس ما سمعوا أمر الله. بعدين موسى أنت بني إسرائيل توراة الله البيع الله وصف الشيء الواجب يسووه كان زنبه. المذنب يجي قدام راجل الدين بحمل الدهية، يخد إيده في رأس الحمل، يعني يحول ذنوبه وإيبه في حمل ده، والحمل يذبحه دهية ويرش دمه، والذنب ينمهي خلاص. الملك داود والأنبياء تبغوا التوراة الأنت لهم النبي موسى، لكن قاعدين يسألوا نفسهم ويقولوا
صحيح كي دم الدهية يقدر يمحى ذنب الإنسان ولا؟ ولا ده كله علامات وأمثال للمستقبل؟ الملك داود كلم بجاية النادم الأنين قاعدين نرجو، وهو الملك البنادو المسيح، والمسيح هو من ذرية الملك داود ويملك بقدرة لكن يكون دلول وحنون. المسيح ما عنده ذنب ولا لوم، وهو نادم كامل وبري، ويجي يتعب لحد يموت ويبقى حمل حنا دهية، هو يبقى أكبر دهية. عيسى المسيح يدو في بيت بهايم عشان ناس مالقو بيت في الهلة، ولدو من بني ودرية وولدو طاهر، وهو من ذرية الملك داود من عائلة ملكية ولكن فقري. رؤيان مساكين جو من الخلا ومنجمين خنيين جو من صباح، وكلهم مشوا أنتو شرف للصغير عيسى، وشهدوا كدار هو بس الملك القائدين نرجو، وهو بس المسيح الكلمو بجيدة في كتب الأنبياء. وقت كبير عيسى المسيح يبلغ للناس المحبة والسهي والسلام والمسكنة، هو خشاب مسكين لكن أكبر مؤلم، هو حجة ضد رجال الدين المنافقين اللي يهبوا عادتهم زيادة من الله، لكن الفقرانين والمساكين والمذنبين واليتوبوا كلهم حبوا، هو داوى البكوم والأميانين والمشوطنين، وزيادة من ده هو قوم الميتين من الموت. عيسى المسيح هو نادم المائن ده بيت، هو مؤلم الرايخ من هلة لهلة، ومؤلم اللي يساعد كل الناس اللي يحبوا الله ليعيشوا حياة كاملة. عيسى المسيح نادى الله أبوه، ووصف للإنسان قدر الله القادر الخلق الدنيا، هو يحبنا مثل أبو يحب إيالا. الله دور الناس يكونوا إيالا لكن في مشكلة، عشان الناس لساهم مذنبين والله خدوس. من زمان أدم الذنب والإب فرقوا الإنسان من الله، والمسيح يعرف الشيء الواجب يسويه عشان يقبلهم لله. النبي يحيى المخطس اتنبأ وكلم بخص عيسى المسيح وقال دبس الحمل الله الرسله عشان يمحى ذنب ناس الدنيا. عيسى هو المسيح الله اختاره، الله أزلا عشان يبقى أكبر دهية. أبدا هو ما أذنب، هو طاهر وما عنده أي عيب، وهو بس اللي يتحمل الإخاب اللي يجي بسبب الذنب، هو البري أنت حياته في بدل حياة المذنبين، هو الخدوس من الله أنت حياته في بدل حياة الناس العيبين، هو سوى الشيء ده لألا أبو عشان يتحمل الإخاب اللي يجي بسبب الذنب الإنسان، وبهذا مرق كل ناس الدنيا من العبودية عن الذنب، وقبل الألاخة الأدم والدراهة، ودي الألاخة الكاملة بين الإنسان والله. عيسى مات في الصليب ما في شان خطأ اليهود ولا الرومانيين، لكن حسب خطة الله عشان ينجينا. عيسى خصد يموت في الإب ودا عشان يتمم الكلام الكتبو الأنبياء، هم من قالوا كدار هو يبقى حمل الله ليمحى ذنوب ناس الدنيا، ذنوبك انت وذنوبي انا كله. لكن التاريخ ده ما يقف بموته، بعد 3 يوم الله بعث عيسى المسيح من الموت، وده بشارة لأي نادم اللي يؤمن بيا. أي نادم اللي يؤمن بيا هو كله يبأس ويلقى الحياة الأبدية. وبعد بأس عيسى المسيح قال لتلاميذه هو يقبل بطان في الدنيا، ولكن كان يجي بطان يجي بقدرة مثل قادي وملك. المسيح هو الهدية الله أنتها للناس عشان ما يموتوا بسبب إبهم، وما يقودوا مفارقين من الله اللي يحبهم، لكن بالإيمان بالدهية عيسى هم يقدروا يلقوا النجاة والشرف من الله، لكن مثل أي دهية واجب نقبلوها لنفسنا.